صراحة المشاركة في برامج عربية وكبيرة مثل هذه حلم كل واحد فنان يغني، أو كل واحد عنده موهبة حتى يوصل صوته لأكبر عدد ممكن من الناس ومن الجمهور. كانت تجربة جد راقية وجد جميلة، وأجواء رائعة تعرفنا فيهم على فنانين من شتى البلدان من سوريا، وعلى فرق تاني. البرنامج يحتوي على فرق من مصر، من سوريا، من تونس، المغرب، يعني ما شاء الله كانوا حاضرين كل البلدان. التجربة كانت أكثر من رائعة، الفريق كان كثير حباب كما نقولوا، يعني وفروا لنا راحة تامة، وفروا لنا كل شيء، يعني ما كان خصنا والو. وفنياً زدنا تعرفنا على فنانين كبار من بينهم راغب علامة، أنغام، رويشد، تقربنا منهم أكثر، أعطونا نصائح أكثر. تاخذي من تجربة تاعهم مريانو، نعم؟ قلت لك راح تاخذي كذلك من التجربة طبعاً ديالهم، يعني طبعاً بمجرد طبعاً الاحتكاك بهم فهذا الشيء جميل جدا. صح. أو لتذكير فقط مريانا، هذه الصور اللي رانا نشوفه فيها عبر الشاشة هي صور حصرية لنا البرنامج لايف اكزاكتلي. المشاهير قبل بث الحلقة اللي تقريبا قبل ساعة من بثها. ايه، على فكرة حبيت نخبر الجمهور ان الحلقة الثانية من برنامج اكس فاكتور راح يتم عرضها على قناة دبي تي في الله، بعد ساعة وربع تقريبا، يعني ساعة 7:30 على قناة دبي تي في، وان شاء الله يكون الحلقة الثانية إن شاء للبرنامج. الله.